أتت بهم إلى مكان واحد وأوقفتهم لدى جسدك طائر وفيما هتفوا يرنمون بصوت جبرائيل قائلين السلام عليك يا الرب معك أيتها الأم العذراء التي لا عروس لها وإلهنا طالبة أن يخلص نفوسنا المجد لك يا مظهر النور المجد لك المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك لأجل عظيم جلال مجدك يا رب يا مليك يا سماوي يا إله يا رب يا ضابط الكون يا رب يا ابنا وحيدا يا يسوع المسيح ويا روح القدس أيها الرب الإله يا حامل الله يا ابن لم يحمل خطايا العالم ارحمنا يا رفيع خطايا العالم اقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا الرب يسوع المسيح لمجد الله الآب آمين في كل يوم نباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم كن أنت يا رب لا بينا مسبح وممجد اسمك إلى الأبد أمين لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك مبارك أنت يا رب علمني
حقوقا. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. يا ربي إليك لجأت، فعلمني أنا عمل رضاك لأنك أنت وإلهي. لأن من قبلك هي عين الحياة، وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. المجد للأب والابن والروح القدوس، الآن وكل وان وإلى دار الدائرين، آمين. قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. Κύριε ελέησον.
وبطريركنا ثيوفيلوس والكهنة المكرمين والقدام في المسيح وجميع الكليروس وشعب الأرب نطلو يا رب ارحم من أجل ملوكنا المكفوذين من الله وكل بلادهم وجنودهم إلى رب نطلو كيريا ومخارب تاكت سلطانهم إلى رب نطلو يا رب ارحم من أجل هذه الكنيسة المقدسة والهذه المدينة وجميع المدن والقرم والمؤمنين الساكنين فيها إلى رب نطلو كيريا وقاتي سلام من الرب نطلو يا رب ارحم من اجل السائرين في البحر والمسافرين في البار والمرضى المدنيين والاسرى كلاسهم الى الرب نطلو كيريا إلى رب نطلو يا رب ارحم ادد وكرس واركم واكفضنا يا لك بنعمتك كيريا ليسون بعد ذكرنا الكلية القدسة تحير الفايكة البركة المجيدة سيدتنا والدة والدة إلهي خلصينا مع جميع الكديسين لنود أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح خليلا لك يا رب لأنك ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن الروح القدس الآن كل آوان وإلى دكر الداخرين آمين هللوا لله يا جميع الأرض بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا في مدينة رب القوات في مدينة إلهنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا أرى موضعه بسلام ومسكنه في صيام بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا والفائض الزهاد
كل إله خلصينا. جميع القديسين للودع أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. خلصنا يا من الله يا من هو عجيب في قديسين. نحن المراتلين لك هاليلويا. فيك الأمجاد يا مدينة الله. خلصنا يا من الله يا من هو عجيب في قديسين. نحن المراتلين لك هاليلويا. الله أسسها إلى الأبد. خلصنا يا من الله يا من هو عجيب في قديسين. نحن المراتلين لك هاليلويا. لقد قدس العلي مسكنه. خلصنا يا من الله نحن المراتلين لك هاليلويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائه، لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله دائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا. بموتك وقيت الموت، وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالصنا. سيدتنا والدات والدات الإله خلصينا. جميع القديس لنودى أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنك الإله صالح والمحيك البشر ولك نسل المجد أيها الأب والابن الروح القدس. الآن كل آوان وإلى ذكر الداهرين. آمين. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي. في ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك مملت العالم وتركته يا والدة الإله، لأن
لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا. لماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ في ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك ما أملت العالم وتركته يا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا. كأس الخلاص أتناول واسم الرب أدعو. في ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك ما أملت العالم وتركته يا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا. وإلى دار الدارين. آمين.
دار الدائرين آمين. قدوس Hallelujah.
الحكمة، فلنستقم ونستمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. خصم شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل البشير وتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد ذلك الزمان دخل يسوع قرية فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تسمى مريم، فجلست هذه عند قدمي يسوع تسمع كلامه. وكانت مرثا مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما يعنيك إن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها تساعدني. فأجاب يسوع قال لها: مرثا مرثا، إنك مهتمة ومضطربة في أمور كثيرة، وإنما الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. المجد لك يا رب المجد لك.
Άγινα Θεόφιλος, διάφορα ράβου ηλάβη μαλάκο, τη θεία Σαμάη πλαχήνεν, αλλά να πλάω Άγινο Αϊλάντα κρυτάχη. حق مولود غير مخلوق مساو لا في الجوهر
الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترض معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. استومن كالوس استومن ميدافوم بروسكومن την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Δόγματα σαλάμιν δεβίχατα τεσμίν. Νάμα του Ραβήν Αγιέσου Αλμασίχ, ο αμοχάμπα του Λαχιλάμ, ο ασαρικατάρου Χαλκοντός, λίτακον μαζαμιάκο. Yeah.
العاصية خير الخليقة القداسة الفائقة البركات المزيدة سيداتنا والدات للام أدائما البذلية مريم جميع إلى ربنا نطلب إلى ربنا نطلب
ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. هللويا، فإنا إلى الأبد
ما يصنع به الإنسان. هللويا. فإن إلى الأبد إلى الأبد رحمته. هللويا. الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها. بين يدي الرب موت
إلى الأبد رحمته. الأرشمندرية رفائيل الوكيل لبطيركي في شمال الأردن. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبنائي المحبوبون بالرب، ها قد أشرق مجددا يوم والدة الإله البهي والكلية السرور والبهجة الذي تحتفل به كنيستنا المقدسة بانتقالها إلى السماوات. فإن الكنيسة المجاهدة في الأرض تفرح متهللة وتبتهج الكنيسة المنتصرة في السماوات، لأن ابنها وإلهها قد استقبلها في العلاء ومنحها مكانتها في الرئاسة السماوية هناك. وبما أنها قد أتمت رسالتها والتي كان قد سبق الله بتحديدها، أسلمت روحها وجسدها بين يدي ابنها الابن الوحيد، وهي الآن معه إلى دهر الداهرين. فلهذا فإن الفرح عظيم، لأنه أصبح لنا شفيعة دائمة نحو الله، وهي والدته وأمنا جميعا. إن هذا اليوم هو يوم فصح ويوم قيامة، فملائكة الله تتهلل في السماء مسرورة، والأنبياء الذين سبقوا وأخبروا عنها يسبحون مبتهجين، وأما الرسل والأساقف والشهداء والمعترفين والأبرار والصديقين يرفعون تسبيح مجد وسجود نحوها. فإن أم الحياة قد غلبت الموت، وبانتصارها على الموت أخبرت العالم بهزيمة الفساد والموت. عبرت حدود الموت، لكن كونها متحدة بابنها الأزلي الذي لا يموت دخلت الحياة الأبدية بدون مضرة. فمن أين تستمد القوة؟ تستمدها من ابنها ومخلصها الذي اتحدت معه من خلال الروح القدس، مانحة إياه حياتها، وهو قد منحها حياته، قدم جسدها فأخذت روحه القدوس. وكما أخبرها رئيس الملائكة جبرائيل بالبشارة قائلا: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. حين أنشد القديس ثيوفانس الناظم التسبيح رقاد والدة الإله الفائقة القداسة بإلهام إلهي، أظهر اعتلال الفرح والبركة في السماء والأرض في حين رقاد والدة الإله، حيث يقول: إن السماء تفتح اليوم أحضانها لتقتبل والدة الذي لا يسعه مكان، والأرض بإعادتها ينبوع الحياة تزدان بالبركة والبهاء. إن هذا الفرح العظيم يحتضن الإنسان بالأخص، لأن العذراء كممثلة لكل إنسان تتمجد مع المسيح. هذا يعني بأن الطبيعة البشرية قد استعيدت بالمسيح وبواسطة والدة الإله. وكما يقول القديس غريغوريوس بلاماس: حيث يكون المسيح هناك تكون هي أيضا معه. إن والدة الإله حاضرة حية حتى بعد رقادها عند المذبح السماوي من عند يمين ابنها وإلهها، مرتدية لباسا مذهبا ومتزينة بالفضائل والنعم الإلهية المتنوعة والتي اغتنت بها من الروح القدس. ومن هناك تفتح باب التحنن لكل من يكرمون ابنها ويلتجئون إلى شفاعاتها الحارة. يقول القديس نيقوديموس الآثوسي ناقلا تفسير القديس يوحنا الذهبي الفم بأن دبورة ويعيل قد ساعدتا الشعب الإسرائيلي قديما في لحظات صعبة، فما بالكم حين نتكلم عن أم الله الفائقة التحنن التي هي دائما معونة لحياتنا. فإنها حاضرة دائما في حياتنا
وتظلنا بمعونتها ومحبتها في كل اللحظات الصعبة التي نمر بها في حياتنا، والتي هي بسماح من الله، فهي تدافع عنا في أوقات التجارب ولحظات وقوعنا في خطايا شهواتنا. وكما قال المسيح: إنها كالنسر تجمعنا تحت أجنحة نعمتها ورحمتها الغنية. إخوتي الأحباء، لنقترب روحياً من عند رقاد أمنا والدة الإله، سواء كنا خطأ أو متواضعين، أتقياء أو لا مبالين، أصحاء أو مرضى، مجاهدين روحياً أو كسالى، صغاراً أو كباراً، كلنا جميعاً لنقترب بمنتهى التوبة صارخين نحوها من أعماق نفوسنا وقائلين: أيتها السيدة أعضدينا وتحنني علينا، أسرعي قد لأننا قد هلكنا من كثرة الخطايا. إذن فلتهدأ نفوسنا بنعمة وجهها الحنون ونظراتها الحلوة، ونتقوى بها في جهاداتنا الروحية اليومية، وليحمينا ظل نعمتها وسترها من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. وفي النهاية أيها الأحبة، أتضرع إلى الرب الإله لكي يمنح قدس الأب ديمتريوس الصحة والقوة في خدمة رعيته المباركة، كما وأطلب وأتضرع أيضاً من أجل لجنة الكنيسة وجوقتها، وطلاب مدارس الأحد وسيدات الكنيسة والشبيبة والكشافة، ولكل من يحتفل بهذا العيد البهي، ولكم جميعاً أبناء الأحباء، بأن تظللكم أجمعين والدة الإله بنعمتها، وأن تمنحكم كل ما تطلبونه من الصالحات والنعم الأرضية، أيضاً الذي به المنفعة الروحية لخلاص النفوس من لدن ابنها المسيح الإله. وأيضاً نقدم الشكر والتقدير لقناة التلفزيون النورسات، ولكل الفريق الذي يعمل بجهد ليوصل صوت الكنيسة إلى العالم أجمع. وكذلك نقدم الشكر لصوت الكنيسة الذي يبث من خلال الأنترنت، ونطلب أيضاً من الله أن يعطي نعمه ويبارك جميع العاملين في الإعلام وبث كلمة الله لكي يواصلوا خدمتهم. وكل عام وأنتم بكل خير وابتهاج وبركة سماوية بشفاعات والدة الله الفائقة القداسة التي لا تنقطع أبداً. آمين. من هو مستعد إلى المناولة المقدسة بالصوم والصلاة فيتقدم كي يصلي على رأسه. خوف من الله وإيمان ومحبته تقدموا. آمين آمين آمين. الله رب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب.
اقبلني اليوم شريكا في عشائك أسري يا ابن الله لأني لست أبوح بسرك لأعداء آئك ولا أعطيك قبلة باشة نظير يهوذا لكن كاللص يعترف لك اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك بل اليوم شريكا بعشائك السري يا ابن الله لأني لست أبوح بسرك لعداء ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا لكن كاللص يعترف لك هاتفا اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد بالثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا
نشكر الرب دائما. واغفر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. كريا ليسون. بعد سؤالنا ان يكون نهارنا كله كان مقدسا سلاميا وبلا خطيئه لنودع انفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الاله. لك يا رب. ليدك انت تقديسنا ولك نرفع المجد ايها الاب والابن والروح القدس الان كل اوان والى دار الدائرين. امين. لنخرج بسلام الى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم رب بارك يا رب. إلى سنين